عالم السيارات موجودة بلاس فيغاس بأكبر معرض للسيارات اللي هو معرض سيما، ونحن موجودين برفقة جيب لحتى نشهد 6 سيارات عم بيطلقوها اليوم مع تكنولوجيا جديدة من موبر. خليكم معنا لحتى نشوف السيارات الجديدة والتكنولوجيا اللي أطلقوها. دوج شيك داون تشالنجر، هالسيارة نموذجية انعملت خصيصا لا تنعرض وتفرجي انه موبار صارت موجودة وبقوة بتحضير وتعديل السيارات. عليها محرك 6.4 ليت مع كيت موبار 392 هامي بقوة 485 حصان مع علبة غيارات عادية من 6 سرعات واكيد دفع خلف السيارة. لون السيارة اسود ناشف مع خطوط على كامل السيارة لحتى تفرجي انه هيدي السيارة معدلة من موبار من هامي كرات، وفيكن تشوفوا الفتحة على غطى المحرك مع شعار الشيكر عليها، وفيكن تشوفوا الاختلاف الواضح من الامام لحتى يتناسب مع شخصية السيارة حتى يقدروا يركبوا عليها المحرك المعدل الخاص من موبار. تم خفض السيارة ووضعوا لها فرامل بريمبو الرياضية والعادة من خلفه مطلي باللون الأسود. من الداخل كراسي الفايبر جلد مع مقود الكانترا وخياطة كما بسيارة الفايبر بالضبط. بتشوفوا العدادات ساعات موبار وألياف الكربون بكل مكان. جيب سي جي 66، هيدي السيارة كمان نموذجية، عليها محرك معدل 8 اسطوانات 5.7 ليت تعديل موبار 345 كرات هامي بقوة 383 حصان وعلبة غيارات عادية من 6 سرعات. بيجي على السيارة جنوط 17 انش مع بيدلوك، وهيدا الشيء اللي بيمنع انه ينفصل الاطار عن الجنط، والاطارات الكبيرة قياسها 35 انش. السيارة معدلة بالكامل من اجهزة التعليق لا ديفرنشل لا حتى المصد الامامي والخلفي، وفيكم تشوفوا من الامام كمان راكب ونش موبار وورن. من الداخل كراسي الفايبر موجودة لتعطي طابع رياضي، وفيكم تشوفوا كمان قفص الحماية المعدل. رام ماتشو باور واجن، هالسيارة بيجي عليها محرك 6.4 لتر هامي 410 حصان وعلبة غيارات من 8 سرعات اوتوماتيكية. جنوط السيارة 18 انش مع بيدلوك كمان لحتى تمنع انفصال او انشقاق الاطار عن الجنط. مصد امامي مع ونش والرفارف معمولة نموذجية لتعطي السيارة طابع رياضي، وفيكن تشوفوا على السقف في بار LED. السيارة شكلها شكل عصري رياضي وشبابي. هالدوج دورانجو شيكر عليها محرك 6.4 لتر 392 هامي بقوة 485 حصان وعلبة غيارات من 8 سرعات اوتوماتيكية. فيكن تشوفوا غطى المحرك شيكر مصنوع خصيصا لهالسيارة، ولأول مرة بيكون موجود على سيارة الدورانجو. السيارة أقل ارتفاعا عن الدورانجو العادية مع جنوط باللون الأسود قياس 22 انش. فيكم تشوفوا الرفارف البارزة مع مصد امامي لتعزيز الانسيابية وشبك اسود كبير. اما بالنسبة للكرايسلر باسيفيكا كادنس، هيدي السيارة ما بتجي لعنا للأسف على المنطقة. تعتبر السيارة سيارة عائلية وشبابية بنفس الوقت، ويلي بعزز هالشي رسومات موبار النموذجية اللي انعملت على السيارة لا تعطيها الطابع الرياضي. فيكن تشوفوا تم وضع لوح التزلج على السقف لحتى يعطوا مساحة أكبر للركاب داخل السيارة. وكمان فينا نشوف عدة سيارات من دوج كلاسيكية والعادية، وحتى سيارات جيب كانت موجودة كمان.
خلال المعرض تم إطلاق محركات المزودة من موبار وشرحوا عن سهولة تركيبة وسهولة برمجتها. محركات عالية الأداء ممكن تتركب حتى على السيارات الكلاسيكية من دون أي مشاكل.